تابعتم معنا المباراة الأولى في الدور قبل النهائي اللي جمعت ما بين ماثي بيري من أيرلندا مع جيني دونيسل من إنجلترا، والمباراة كانت قوية. استطاعت جيني إن هي تحسمها لصالحها بثلاث أشواط مقابل شوط عشان تتأهل إلى المباراة النهائية. Should be a good game. They've played a lot of times here in Egypt as well. They're pretty familiar with each other's games, and they have close ones, so it should be a good all-court, all-action match. سألتها طبعا عن مباراتها امام مادلين، قالت ان هي لعبت مباراه صعبه جدا مع مادلين، وسألتها عن توقعاتها للمباراه القادمه ما بين امنيه وما بين ريتشل. قالت هتبقى مباراه صعبه جدا، الاثنين بيلعبوا مع بعض على طول، لان ريتشل عايشه في مصر والمباراه يعني هتكون صعبه، لان كمان ريتشل لسه فايزه على امنيه، لسه فايزه على ريتشل من اسبوعين في هونج كونج. فريتشل جايه طبعا عندها عزيمه ان هي يعني تتأهل الى المباراه النهائيه على حساب امنيه. I don't mind. I just hope they have a 12-10 in the fifth and half match. I don't mind. Both of them are great players, so it's going to be tough either way. So I'm just happy to be in the final at the moment. What about the tournament here in Sharm el-Sheikh? The tournament in Sharm el-Sheikh? Yeah, it's been great. No, I actually played here in December last year. And I won the tournament, so far so good in Sharm el-Sheikh. So we enjoy the sun here. سألتها تحب تقابل مين في المباراة النهائية؟ طبعا الاثنين لعبتين كبيرتين، وهي مباراة تكون صعبة anyway، سواء أمنية كسبت أو سواء ريتش المباراة تكون صعبة. سألتها عن طبعها عن البطولة بشكل عام، دي تاني مرة تيجي شرم الشيخ، لعبت السنة اللي فاتت في بطولة شرم الشيخ الدولية، وهي مستمتعة جدا بالشمس وبالطقس الجميل وبالمكان اللي هي قاعدة فيه سو سكوير، ومستمتعة بالجو بشكل عام. Thank you. أعزائي المشاهدين، بعد